Ich bin der Meinung, dass Buzan, Menschen in Albanien das Leben in Deutschland leben. Das ist das Leben in Deutschland. Das Leben in Deutschland. Das ist das Leben in Deutschland. Das ist das Leben Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? a. 1. Mai b. 17. Juni C. 20 يوليو D. 9 نوفمبر نص السؤال بتبحمر هو حول عام 1953 في ألمانيا الشرقية الـ DDA صار في انتفاضة ضد الحكم الألماني في دولة ألمانيا الشرقية اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي هذا الشيء اعتبروه في ألمانيا الغربية هو دليل على أنه شعب ألمانيا الشرقية هو شعب واعي و ينتمي إلى ألمانيا وبالتالي اعتبروه عيد وطني بيحتفلوا فيه كان في ألمانيا الغربية فنص السؤال هو أنه هذا العيد إمتى كان تاريخه هو سؤال للحفظ من ترجم السؤال حرفيا im 1953 في سنة 1953 gab اس كان يوجد in der DDR في جمهورية الديمقراطية الألمانية einen Aufstand يعني Aufstand انتفاضة عصيان تمرد عن دين لانجت سايت يعني الذي عنه لمدة طويلة لانج سايت مدة طويلة in der بوندس ريبوبليك في الجمهورية جمهورية ألمانيا الاتحادية يعني الغربية ein Feiertag erinnert الفعل erinnern يتذكر Feiertag عيد عطلة عيد وطني Wann war das المقصود فيه هون Wann war متى كان هذا يعني تاريخ هذا اليوم اللي صار فيه هالانتفاضة في ألمانيا الشرقية عمل 1953 أعطانا أربع احتمالات 1 ماي 17 يوني 20 يولي 9 نوفمبر الجواب الصحيح هو 17 يوني بتحفظوا السؤال هذا 17 ستة هو جواب هذا السؤال هو سؤال يعني حفظ أرقام بدنا نحفظها كل الأسئلة موجودة على الصفحة فيكن تتدربوا عليها بتمنى إذا عبيعجبكن الشرح وهالدروس تحطوا لايك على الدروس وتعملوا اشتراك في القناة تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم